اخلع نعلك يا موسى واصعد طور سنين، ارمي الفل والياسمين على سهول فلسطين. فلسطين الأرض المقدسة، هذه الأرض ليست مجرد قطعة جغرافية، بل هي جزء من تاريخ البشرية ومسرح للأحداث العظيمة والرسالات السماوية. وتمثل هذه الأرض مركزاً روحياً للمسلمين والمسيحيين. ورغم الصراعات والاحتلال المستمر، يظهر الشعب الفلسطيني صموداً لا مثيل له. على مر العقود ورغم التحديات، استمر الفلسطينيون في المقاومة والمحافظة على أرضهم وتراثهم. وستظل فلسطين دائماً رمزاً للصمود والجمال في وجه التحديات. الشعب الفلسطيني بصموده وإصراره يبعث رسالة للعالم بأن الأرض والتراث والثقافة لا يمكن قهرها أو محوها. فلسطين ليست مجرد مكان جغرافي، بل هي قصة حياة وأمل ونضال مستمر. لنشاهد. كنت أتمنى إني أقوى، قلبي يلقى الصدمة وتحمل المشاهد، بركي خف الذنب فترة وأنا أشهد من بعيد وأحكي لاستشهد ما تسعيد. بحاول أقنع حالي لأني مكلبش إيدي بإيد، لف ظهري مشاهد ما منتحملها، ذنب الناجي الوقت موقف حنضلة بس لو عشان